بعض الناس ما يستنشق خوفا من الموية تضر بخشمه، ما أدري الوضوء صح ولا لا؟ لا يستنشق خوفا من يضر الموية. إيه الخياشيم. لا هو ممكن أنه يدخل الماء بين المنخرين وإن لم في المنخرين وإن لم يستنشق. يعني يدخل شوي. إيه نعم. ما دام يعرف أنه في ضرر، لأن بعض الناس يكون عنده جيوف في الخياشيم إذا دخلها الماء تضرر بذلك. ما عنده ضرر بس هو يخاف كالصغار الأولاد. إيش؟ يخاف كذا من الموية. ولا ما عنده شيء. عيال الصغار. عيال الصغار؟ ما يستنشقون يعني. لا لا. بس هو يخاف. على كل حال إذا كان مجرد وهم لا عبرة به. ما يصح وضوءه. ما يصح وضوءه، هو لابد أن يصل الماء إلى باطن الخيش المنخرين، هذا الواجب. قريب ولا بعيد؟ قريب، هذا الواجب. هو لازم يسأل الخيش. لا الخيش.